جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مثلا حركة النهضة وهي الحزب الثاني من حيث نتائج الانتخابات وتمثيلها في البرلمان ستمنح الثقة تقريبا بالنواب نتاعها الكل، ولكن بما انها الحكومة يشكلها نداء تونس بما انه الحزب الفائز فهم نداء مش نواب الكل شيء من الثقة للحكومة ما تراش انه المعادلة كيف تجي. والله على 86 نائب في حركة نداء تونس نتصور أقل تقدير بشمحوا 82-83 نائب يمحوا الثقة نتاعهم. الأربعة الرافضين ولا ثلاثة؟ ثم الأربعة وثلاثة نواب الرافضين هم حرين في الرفض نتاعهم. أسباب الرفض؟ المنطلق أسباب الرفض والله تنجم تكون أسباب شخصية كما تنجم تكون أسباب موضوعية. أنا مانيش مقتنع بالرفض ومؤمن لكونه الحكومة هذه بالدستور وبالأخلاق هي حكومة حركة نداء تونس. احنا نجمو نختلفوا في الآراء ولكن واحد الموقف نتاعنا عملنا عديد اجتماعات داخل الكتلة النيابية من الشوط الأول تاع المفاوضات وكنا رافضين الحكومة في صورتها الأولى حكومة الحبيب السيد، ولكن الالتزام اليوم يسمح لنا باش كونا نصوتوا بمنح الثقة لحكومة السيد الحبيب السيد. هذا ما يمنعناش باش نجمو دورنا الرقابي من خلال مسؤول الشعب. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.